نجح الشابان البحرينيان عبد الله جناحي ومحمد فزيع من دخول عالم ريادة الأعمال والابتكار من خلال تحويل فكرة تفصيل العقال إلى مشروع ناجح. هذه القصة البحرينية في ريادة الأعمال نلقي الضوء عليها في سياق التقرير التالي. خيوط ناعمة تحكي قصة بحرينيين يحيكان العقل البحرينية ويبدعان في تصميمه ليتركوا البصمة البحرينية في تفصيلها، وليعبران عن القيمة العربية الأصيلة ويكشفان عن رمزه النادر. هذا النجاح للشابين عبد الله جناحي ومحمد الفزيع تترجم في تحويل فكرة تفصيل العقال إلى مشروع حقيقي أدخلهما إلى عالم ريادة الأعمال. فكانت فكرة المشروع أن عبد الله جناحي حاول أن يتعلم المهنة هذه القديمة، وفرق وقته كله أن يجيبها الصناعة هذه بشتى الطرق. فالحمد لله رب العالمين، مشروعنا طور الفكرة، ضاع عقالك نسوي لك عقال عن طريق التلفون، تتصل إذا كانت مسجلة بياناتك عندنا نسوي لك عقال خلال ساعتين يجهز. العقال تقريبا يمر في 4 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي الماكينة، طبعا الماكينة هي سرعت العقال. المرحلة الثانية اللي هي اللف والخياطة، هذه يكون يدوي 100% أيضا. والمرحلة الأخيرة التطريق. الجودة في الصنع والفخامة تركها الشابان في صناعة العقال سواء على الصعيد المحلي أو الخليجي، كما دل على همة الشاب البحريني وعزيمته في دخول عالم ريادة الأعمال ليجعل مشروعهما علامة مميزة في هذه الصناعة. العقال التفصيل والجاهز بشكل عام اللي موجود في السوق يكون على أرقام محددة، يعني العميل منحط قدام أمر الواقع ما يقدر يعرف مقاسه، وكل مقاسات تختلف. أما عقال التفصيل مثل ما قلت لك صنعها من أجلك. طموح إن كل الشباب يهتمون في جانب الحرف والصناعات، لأن البحرين تحتاج حق صناعات أكثر، حرف أكثر تتسجل باسم البحرين وأيدي عاملة بحرينية. لبس العقال يرجع إلى موروث تاريخي اعتاد عليه العرب منذ القدم، خاصة في الأعياد والمناسبات الرسمية والوطنية، نظرا لارتباطه الوثيق بالعادات والتقاليد واعتباره أحد الموروثات العريقة التي تعود للأصالة والانتماء للرجل العربي والخليجي بالتحديد، كما أنه يمثل موروثا تاريخيا لا يكتمل إلا بتتويجه على الرأس مشتركا مع القطرة أو الشماق. قصة النجاح هذه التي بدأت بفكرة وتحولت لمشروع رائد للأعمال قام بها الشابان عبد الله جناحي ومحمد الفزيع ليؤكدان على جودة وفخامة صناعة المنتج البحريني، كما يدل على همة الشباب وعزيمته في دخول السوق المحلي وجعل البحرين وجهة للتراث العربي الأصيل. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.